اولا باسم المكتب الجهوي للجامعه الحره للتعليم كنرحب بالتنسيقيه ديال اخوان السلم العاشر، وحنا كجامعه حره لا وطنيا ولا جهويا ولا اقليميا ما غادي نكونوا الا في الصف ديال الاخوان والاخوات، لانه في الحق هذا ظلم، هذا ظلم كبير، لانه لا يعقل انه كما جاء على لسان بعض الاخوات انه من 95 يعني وان الانسان في السلم العاشر، وتتشوف ان حالات اخرى يعني الانسان دابا الان يطمع في السلم يعني خارج السلم، وحنا مازال تنتكلموا على السلم العاشر. اذا حنا كجامعه حره راه الاشاره في اي خطوه كتفكر فيها التنسيقيه انها تقدم عليها غادا تصيبنا حنا الاولين معها ان شاء الله بحول الله، لا كما قلت لا وطنيا في شخص الكاتب العام والمكتب التنفيذي، ولا جهويا في المكتب الجهوي ولا المكتب الاقليمي، وحتى المقر هنا اشاره الجميع. وبالتالي اننا كنعاودوا ناكدوا موقفنا الدائم ولا مشروط لهذه الفئه، لاننا احنا جزء لا يتجزا، وكنبقاو اسره يعني اسره كلها. ما يمكنش اننا نشوف واحد الطرف انه يعني يمر من واحد الحيف وغادي نبقاو ساكتين كنقابات. وبهذه المناسبه انا كنوجه نداء النقابات باش نتحدوا في هذا الملف، لانه خصو يكون فيه الاتحاد، خصو يكون فيه يعني نتوحدوا باش يمكن ان هذا الملف نفرضوه على الوزاره، لانه الا بقى هذا التشتت النقابي اللي كنلاحظوا الان وهذه المزايدات الفارغه والمزايدات الخويه اللي كاينه في الساحه الان، ثقوا باننا ما يمكنش نحققوا داك الشيء اللي بغينا، لان الان تلاحظ كاين واحد المزايدات اللي ما عندهاش المعنى صراحه، لان احنا في غنى على هذه المزايدات. وبالتالي انا تناشد من هذا المنبر، تناشد جميع الاطارات النقابيه انها توحد من اجل مثل هذه الملفات، لانه لو بقينا في التشتت النقابي اللي كنعيشوا الان، ثقوا بانه الوزاره هذا الشيء اللي بغت، الوزاره هذا الشيء اللي غتبغي. وبالتالي غادا تكون صعوبه في تنفيذ النضالات وفي فرض المطالب ديالنا على الوزاره. اذا مره اخرى انا باسم المكتب الجهوي الجامعه الحره ان دعمنا لا مشروط كما قلت وطنيا جهويا اقليميا، والمقر ديالنا راه هنا اشارتكم. تبادل مع الزميل تاعك التلاميذ وهو في الدرجه الاولى وانت باقي في الدرجه في السلم العاشر، فهذا الامر هذا تينعكس على المسيره تاع هذاك الاستاذ، المسيره ديالنا عموما. لهذا تنطلبوا السيد الوزير انه ينصفنا صراحه، وخصوصا وحنا تنتكلموا على المنتوج وتنتكلموا على الجوده، فلا يعقل ان هذا رجل التعليم التي يعيش هذه الظروف بهذه الحاله هذه وتنتسناو منه انه يعطي ويكون المنتوج ارقى مستوياته، تنظن كاين هناك خلل يجب معالجه هذا الامر. تنشكروا القناه مره اخرى، وتنشكروا النقابه الله يجزيهم بخير اعضاء المكتب ديال الاتحاد العام الشغالين على هذه المبادره هذه، وتنوجه واحد الرساله اخرى هو انه الحمد لله حنا راه مقبلين على خطوات نضاليه اخرى، الى ما تجاوبتش معنا الوزاره ولما لا تصعيد اكثر في هذه المحطات اخرى ان شاء الله. بالنسبه للزنزانه 10 يعني خريجي السلم، خريجي المراكز التكوين يعني بالسلم التاسع، عندنا مشكل هو اننا هناك حيف بالنسبه يعني مورس علينا، لا سيما اننا كاينين اخوان عندنا هنايا اللي يعني من 93 ولا زال حابس الزنزانه 10، في حينين تلقى كاينين اخوان اللي تخرجوا بالسلم العاشر دازوا في 2012 مثلا دازوا السلم الحادي عشر. لهذا نحن نطالب بالمماثله. ما هي هذه المماثله؟ هي ان 14 سنه اقدميه اللي استوفاها يدازوا السلم الحادي عشر، وهذا تيبان لي ماشي شي حاجه اللي يعني مطلب بسيط، خصوصا مع جبر الضرر، خصوصا وان الاخوان كاين اللي قضى اكثر من 22 سنه 23 سنه ومازال هو حابس الزنزانه العاشره، وتتلقى التلميذ ديالو اللي قراه كاين دركا في السلم الحادي عشر او خارج السلم. لهذا نطالب من الوزاره رفع الحيف. كيف ذلك؟ خصوصا وانه لا بان الوزاره طلبنا بالواجبات، ولكن فين هي الحقوق ديالنا حنايا؟ كيفاش غادي هذا الاستاذ يخدم وتيشوف التلميذ ديالو اللي قراه كاين في السلم الحادي عشر او خارج السلم وهو مازال حابس الزنزانه 10؟ لهذا نطالب من الوزاره بان بالتعجيل بحل هذا الملف، والا عندنا حنا برنامج نضالي اللي غيكون هو تصعيدي، وتنحملوا الوزاره يعني كل المسؤوليه فيما سيؤول الى الوضع التعليمي
بالمغرب خصوصا اذا ما تحلش هذا الملف ديالنا. اذا حنايا كنطالبوا كمتضرره كنطالبوا بالترقيه المباشره للسلم 11 أسوة بخريجي السلم العاشر الذين سيقضون على أقدر تقدير 14 سنة ثم سيمرون للدرجة الأولى. إذن هذا هو مطلب التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10. 25 سنة هناك من قضى 25 سنة وما زال قابعا في السلم العاشر. إذن كنقوم بمحطات نضالية وما كانش استجابة إلى حد الآن. اليوم إحنا جيت سعداء في الجامعة الحرة للتعليم بمراكش أن نستقبل إخوان الأخوات يعني المتضررين يعني من الترقية اللي يمكن نسميهم مناضلي وشيوخ السلم العاشر اللي احنا كنقابة مواطنة ممكننا إلا ندعموا الصوت ديالهم والمطالب ديالهم وحقهم في الترقية يعني كباقي الفئات الأخرى المرتبة في السلالم الأخرى. اليوم احنا كنقابة نستقبل جد سعداء كنستقبلوهم ونستمع لهم وسنكون إن شاء الله صوت يعني نبلغ يعني صوتهم وندافع عنهم حتى تحقيق المطلب ديالهم في الترقي اللي هو حق، لأن من العيب ومن العار أننا في القرن 21 يعني داخل يعني المنظومة التربوية متحركة ومتجددة أن نسمع أن هناك باقي هالضحايا يعني ديال يعني هاد الناس اللي طولوا في السلم العاشر أو في أي سلم. إحنا ندعم هذه النضالات وإن شاء الله معاهم حتى يعني يتحقق المطلب ديالهم وهو مطلب مشروع. ويعني وكنتمنوا ان شاء الله ان الوزاره تستمع للصوت ديالهم وتدرجهم ضمن يعني النقاط اللي غيمكننا تلبى يعني في المستقبل القريب ان شاء الله. حنا كنقابه يعني ما يمكننا الا اننا ندعموا هاد النضالات ديال جميع الفئات، اي واحد متضرر داخل المنظومه هذا الدور ديالنا وهذا يعني يعني السبب ديال 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 التواجد او العمل النقابي بصفه عامه هو مناصره كل الفئات المظلومه داخل المنظومه. وهاد الاخوان والاخوات نعتبرهم وندرجهم ضمن المظلومين اللي طولوا وشاخوا في السلم العاشر ومن حقهم انهم يترقوا للسلم 10 ولما لا وسلالم اخرى ان شاء الله، يعني خارج السلم وما الى غير ذلك. نحن ندعمهم.